الحقيقة احنا رجعنا لحضراتكم بفقرة مهمة جدا، فقرة عن خلينا نقول الترند السيء اللي موجود على السوشيال ميديا، بانه في بعض الناس بقت بتركب الموجة زي ما بنقول، وانها تسيء للأديان، مختلف الأديان الحقيقة والمعتقدات لمجرد ركوب الترند. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد رفض الإساءة للأديان والرسل والأنبياء بكل صورها، وإن في معركة وعي لازم يتحملها كل إمام وداعية وصاحب منبر في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والجماعات، خصوصا في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على تصدي الوزارة لكل محاولات الإساءة بكل قوة. حضر كمان الوزير في مؤتمر مع الأئمة والدعاة في الإسماعيلية امبارح من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل اللي بتعتمد على الإساءة لتحقيق مكاسب مادية باللايكس والشيرز، والاعتبارها ما تختلفش الحقيقة في حرمانيتها عن أموال تجارة المخدرات. عشان كده معانا على التليفون عشان نعرف تفاصيل أكتر دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا. معالي الوزير، حضرتك يعني كان ليك تصريحات مهمة جدا امبارح بخصوص أزمة الإساءة للأديان السماوية والرسل، فعايز أعرف من حضرتك دور الوزارة اللي بتقوم بيه لمواجهة النوع ده من التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي. أولا حضرتك هناك أمران في المقدمة اللي حضرتك قدمت لها. أولا جانب الإساءة للأديان للرسل للأنبياء مرفوض جملة وتفصيلا، وبنأكد جانب الإساءة للرسل للأنبياء للأديان مرفوض جملة وتفصيلا. والحقيقة يعني القانون هنا يعمل مجراه، وطبعا الجميع والمجتمع المصري بالكامل بيتوجه بكل الشكر والتقدير لإجراءات سيادة النائب العام فيما يتصل بهذا الجانب تجاه أي متجاوز من أي جانب، ولا بد من إعمال القانون وبحسم على الجميع في أي إساءة تتعلق بمعتقدات الآخرين. بل أبعد من هذا، إحنا طالبنا في كتاب حماية طوق العبادة وبنطالب بالتشريع الدولي حاسم وقانون دولي نافذ يجرم تجريما واضحا بعقوبات دولية وليست فقط محلية على كل من يتعرض للأديان للمعتقدات لدور العبادة، وإلا لتحول العالم إلى غابة. صحيح. وأنا في أمس في مقدمة الخطبة قدمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فالصحابة تعجبوا، وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ هل يتصور، هل يمكن لأحد أن يلعن والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. لأن الإنسان إذا تعرض للناس بالسب واللعان والفحش تعرضوا له ربما بأزيد من ذلك. كذلك الأديان، من تعرض لأديان الآخرين بالسب والفحش تعرضوا لدينه. لهذا رب العزة يقول في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هتسبوا آلهتهم قد يسبون إلهكم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالجانب الأول لا بديل عن احترام الأديان، لا بديل عن احترام المعتقدات. جميعا الرسل معصومون ونؤمن برسل الله والعصمة لرسل الله أجمعين، ولا يجوز التعرض للرسل ولا للديانات ولا لأصولا للمعتقدات ولا لدور العبادة، وإلا لصارت حرب عقائد. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني اللي حضرتك يعني اشارت اليه، حضرتك قلت ادي جانب. الجانب الثاني بقى مواقع التواصل واستخدامها. الحقيقه نحن في حاجه ان نسترد المنظومه القيميه والاخلاقيه بقوه، وبناكد عليه الدين حسن الخلق، واني كما يقول الشاعر واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. طيب يا فندم اسمح لي ازاي ممكن نعيد هذه المنظومه مره ثانيه؟ يعني الحقيقه وزاره الاوقاف يعني خلينا نقول ان هي نشيطه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير الفتره اللي فاتت،
لكن يعني هل حضرتك شايف انه هل ده يكفي؟ احنا شايفين كمان تحركات للاسف مسيئه جدا في على مواقع التواصل الاجتماعي للاسماء القديمه. هنستعيد ده بحاجتين، حاجتين مش حاجه واحده. الجانب الاول اللي انا وحضرتك الان وكلنا بنتعاون عليه هو الوعي، ودايما سياده الرئيس حفظه الله يتحدث عن هذا لما يقول الوعي الوعي الوعي. قضيه، وقال ان قضيه الوعي دي قضيه مجتمعيه مشتركه، مهمه المؤسسات الدينيه، المؤسسات الاعلاميه، معالجه البرامج هكذا وبكثافه بقى، نكثف عمليات التوعيه، البرامج الاعلام، التربيه والتعليم، التعليم العالي، الثقافه، الشباب والرياضه. عندما تتكتف مؤسسات صناعه الوعي في التوعيه هذا ما جانب. الجانب الثاني بقى، يبقى الجانب الاول تكثيف برامج التوعيه لاقصى طاقه. الامر الثاني بقى وهو الاهم، اعمال القانون على المتجاوزين، يعني الاثنين مع بعض. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. نحتاج جانب التوعيه واعمال القانون، وحاجه ثانيه بقى اسمها الانكار المجتمعي. الانكار المجتمعي هناك جماعات مهووسه باللايك والشير ومستعده تبحث عن كل ما هو شاذ وغريب. وكنت اتناقش مع احد الاصدقاء قال اصل بعض الناس بتتكسب بهذه القضيه، كلما يحصل عدد كبير من الاعجابات والمتابعات ربما يحصل على بعض الاموال. قلت له هذا هوس، لا يختلف عن من كان يبحث عن المال بالطرق الشاذه وبهدم القيم، من كان يبحث عن المال باللايك والشير على سبيل القيم والاخلاق ومصلحه المجتمع وعلى حساب منظومة القيم الإنسانية، فهذا يأكل سحتا كتاجر المخدرات. يعني ده في حرمانية يا فندم؟ حرام 100%، لأنه مال حرام، مال قائم على الكذب، مال قائم على انتهاك القيم، مال قائم على انتهاك الأخلاق، مال قائم على التشريب الآخرين، مال قائم يعني على يعني الخروج على كل معطيات الأديان والوطنية والإنسانية. فمن يتكسب بهذا سواء بقى بالكذب او بالاساءه للاديان او بالتشريب باعراض الاخرين او بالكذب او بفبركه الاخبار او باي شيء يخالف قيمنا واخلاقنا ويهدم في هذا المجتمع او في اي مجتمع كتاجر مخدرات سواء بسواء، لا يقل جرما المال الذي ياتي نتيجه التشريب باعراض الناس او رمي البهاء او اثاره الفتنه أو التحريض على العنف أو التحريض على الفساد أو الإفساد أو التخريب، لا يقل حرمة عن تجارة المخدرات، لأنه مال حرام جمع الحرام إلى الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فأكسره. بعض الناس قد يبدأ يعني بداية بعد ما يأتي له بعض الأموال، إذا كان كما يقول بعض الناس عند نسبة معينة يحصل على حاجة، يبدأ بعده تزداد شهوة حب الظهور. وللأسف الشديد في فرق من عالم الواقع والعالم الافتراضي. صحيح. الذي يمكن ان يورط صاحبه، واصدقاء العالم الافتراضي لا ينفعون صديقا ولا يضرون عدوا، انما هم يجرونه نحو مشكلات عديده. في حاجه بقى اسمها الانكار المجتمعي، وهو ايه؟ لما نلاقي حد متجاوز بدل ما تدخل تعمل له اعجاب ادخل اعمل له نصيحه. كلمه بس عيب، لما تلاقي حد بيتجاوز قول له عيب، لا يقول لا يصح الهدم بمنتهى الرقي وبمنتهى. زي لما حد بيخطئ قدامنا، لما حد بيعمل غلط قدامنا بننصحه بايه؟ بالحكمه والموعظه الايه؟ الحسنه. نفس القصه لما نلاقي حد بيخطئ على مواقع التواصل ننبهه وننصحه بالحكمه والموعظه الحسنه. اذا كثر الوعي المجتمعي والانكار المجتمعي يكون ربما لدينا امل في التحول لحياة أفضل في الواقع الافتراضي إن شاء الله. بنتمنى طبعا يا فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نورتنا يا فندم في صباح الخير يا مصر.